ويلكم تو أرثوبيدكس. اليوم أول محاضرة معاكم في جراحة العظام والكسور. أنا اسمي الدكتور عبد الناصر أحمد علي الوالي، وأنا أستاذ في جراحة العظام والكسور في هذه الكلية، وأكون معاكم خلال عدة محاضرات إن شاء الله خلال هذا السمستر. بنبدأ أنا وأنتو من إنترادكشن، نتعرف مع بعض أنا وأنتو إيش هذا العظام وإيش بندرس فيه. احنا طبعا بندرس حوالي 12 اسبوع، تزيد اسبوع تنقص اسبوع، يعتمد على كيف يسير معانا الفصل هذا، واذا ما تعرضنا المرة اخرى لاي انتكاسة من موجة جديدة من كورونا او اتخاذ قرارات بالتباعد الاجتماعي او ايقاف الدراسة او دمج الدراسة عن يعني ما بين عن بعد وبالحضور. لكن المبدأ انه حوالي 12 اسبوع. لكن أنا أقول دائما أنه بهذه المحاضرة تنتهي علاقتكم بالمدرسين والقاعة والصف، سواء توفرت لنا فرصة أخرى نلتقي أم لا، خلاص أنتم بتكونوا عارفين إيش المنهج المطلوب. وأنتم اسمكم إيش؟ طلاب ولا تلاميذ؟ ها؟ طلاب ولا تلاميذ؟ ولا ماش فرق؟ في فرق ولا مش فرق؟ أكيد في فرق. التلميذ هو المدرسة الذي تتلمذ على شخص واحد، يعني تتلمذت على يد فلان أو على يد فلان على يد فلان. والطالب هو طالب العلم، طالب العلم معناته هو الذي يسعى للعلم، لهذا يقولوا أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، وأطلبوا العلم ولو كان في الصين. بمعنى طلب العلم غير التلمذة. التلمذة أنت تدخل المدرسة ومدرس يدرسك ألف باء تاء ثاء، خلاص أنت تحفظ منه، أو تروح عند يعني عالم أو أستاذ أو إلى آخره، وإينشتاين، وتكون تلميذه في الرياضيات حاجة محددة بس. لكن الطالب لا، فأنتوا طلاب مجرد أنك عرفت المنهج وعرفت أنه هذا مقرر عليك، وعرفت أنه لا يمكن أن تكون طبيب إلا إذا يعني عبرت هذا الأمر، بالتالي الأمر بسيط جدا جدا. عندك منهج وعندك كتاب، والآن أنت في مرحلة عندك تقريبا عندك القدرة على أنك تقرأ لوحدك تستوعب لوحدك، ناهيك عن أنه الآن يعني أصبحت عندك فرصة أنك تستمع إلى هذه المحاضرة من عشرات مئات آلاف الأساتذة على مختلف أنحاء العالم ومختلف اللغات والطرق، صح؟ أنا مجرد ما تهز ضغطة بسيطة على النت فما عاد فيش مشكلة هنا. ناهيك أنه الكتب كنا نعاني منها، لا، الكتب متاحة وبالمجان عن طريق النت، هذا شيء يعني أصبح الآن معروف. لهذا إلى حد أنه حتى ممكن تقول له ما هذا الموضوع مفتهم ليش، تخلي تحصل واحد في النت اللي يطلع ويشرح لك إياه بالتفصيل، يقول لك إيش اللي مفتاح. فالأمور ميسرة بالنسبة لكم، وأعتقد الباقي عليك فقط أن تبذل مجهود لكي تستطيع أن تكون طبيب إذا أردت. الحاجة اللي أشتغلها أنا أنه نحن في جراحة العظام والكسور، نحن في جراحة العظام والكسور ما نخرجش أطباء، إحنا نعلمك كيف تكون طبيب if you want. إذا تشي تكون طبيب نحن بنعلمك كيف تكون طبيب، لكن احنا ما نصنعش منك طبيب. صناعة الطب مش موجودة مع الأسف الشديد، صناعة الأطباء. احنا ما قدرش ندخل واحد من هنا ونخرجه من هنا طبيب، احنا ندخل واحد من هنا خلال هذه المرحلة نعجنه نصبنه ونغسله ونكويه ونخرجه. إذا استطاع أن يستفيد أن يكون طبيب خلال هذه الفترة فنحن نعطيه كل الفرصة لكي يكون طبيب إذا أراد، وإذا ما أراد مشكلة كبيرة، طبعا مشكلة كبيرة. لهذا أنا أقول الفرصة السانحة أمامكم الآن، وأنتم صرتوا في مستوى متقدم جدا، يعني تقريبا أطباء إلا خمسة، باقي معاكم شوط بسيط جدا جدا، ثم طول حياتكم بتجلسوا تقرأوا. الآن نتفق أنا وأنتم على بعض المبادئ الأساسية في الدراسة. المبدأ الأول أنه هل الدراسة والحضور إلزامي أو حر؟ شوفوا إيش عيب اللي يتأخروا، اللي يتأخروا يجزع من قدام الكاميرا ويتصور، بالتالي هذا بعد 20 سنة بيشوف هذا المقطع بيشوف صورته إنه جزع من الكاميرا. أنت حرار، خلي يتصوروا. أي فرصة شفتوا كيف هذا ميزتها التكنولوجيا وعيبها، ميزة التكنولوجيا وعيبها. بالتالي صار أول كان يدخل متسللا، الآن يدخل ومع الأسف الشديد بث مباشر. أنت حتى في البيت الآن هناك يشوفوه أنه وصل متأخر وبدني براسه من شان يدخل الحصة. التزموا بالبرنامج، التزموا بالوقت لأنه مهم جدا جدا يا شباب.
احتراما للوقت، إذا كان أنا بكرت قبلكم احتراما لوقتكم حتى نجي في الموعد، فأنتم يعني أقدر أنكم تأتوا. أما إذا بتبحثوا عن مبررات لماذا التأخير، فأنا أقول لكم ليس هناك مبررات لماذا التأخير، وإنما لا يوجد هناك مبرر لماذا الحضور. بالتالي أنتم فكروا، كل المعوقات موجودة لكي لا تحضر، لكن علينا إحنا نتجاوز هذه المعوقات. هذه يقول إيش، هذه الدنيا وهذه حالها، وعلينا إحنا أن نسعى لكي نحقق أماننا وطموحاتنا بغض النظر عن المعوقات والصعوبات اللي موجودة أمامنا. لهذا أنا أقول خلونا نتفق، هل الحضور إلزامي أو حر؟ طبعا أنتم أكيد تسمعون أنه في بعض الكليات وفي الجامعات العالمية الحضور حر، يسموه free attendance، مش كذا ولا، وفي absolute attendance. ما عندي مشكلة أنا، الحالتين هذه متوفرة وممكن نعملها. اللي يريد منكم free attendance بعد ما نخلص المحاضرة يأتي يقول لي أنا أريد free attendance، لا تحضرني ولا تسألني أجي ما أجيش، أنا حر، ما عندي معنى. واللي يريد absolute attendance قدوا absolute attendance، قدوا بيكون حاضر موجود وبكون أحضره وأغيبه، وإذا يغيب يوم واحد بتنقص على درجة. ايش الفرق بين الاثنين؟ طيب ما دام كذا موجود وكذا موجود، الابسوليوت اتندنس معناته عندنا منهج، ونحن بنكون ملزمين بانه نعطيك هذا المنهج ونطلعك على ما هو مقرر لك من المنهج اللي يجب عليك انت لوحدك ان تدرسه كسلف ستدي، ونمتحنك في حدود ما اعطيناك اياه او ما هو مقرر عليك او ما هو مكلف به انت تقراه لوحدك. الفري اتندنس والامتحان فري، والامتحان فري بعد تنجح اول مره، ثاني مره، ثالث مره، عاشر مره، انت حر. فهي الحرية هكذا شوفوها، مش ما فيش حرية مطلقة، والخيار هو للطالب، يحتاج كذا يحتاج كذا. عندنا محاضرات وعندنا مواد تطبيقية أو حصص تطبيقية. المحاضرات موجودة الجدول معكم، إيش المحاضرات المقررة عليكم؟ يستحسن وينصح أن تقرأ ولو شوية المحاضرة قبل تحضرهما، بتكون عندك أكيد أسئلة أثناء قراءتها، بديلها هنا بتكتشف أنك حصلت إجابة عليها. إذا أجيت له هنا وشعرت أنه عادك ما حصلت إجابة عليها، أسأل لكي تحصل على إجابة الحاجة اللي قريتها مسبقا. لا تأتي له هنا وأنت نهائيا ما قريت المحاضرة، مش عارف إيش يقول المحاضرة. هذه نصيحة طبعا، مش كلكم يأخذوا فيها، لكن أنصحكم تأخذوا فيها، فهذه وسيلة سهلة حتى بعد كذا لما تيجي تذاكر وتقرأ تشعر أنه هذه المحاضرة مألوفة وأنا قد قرأتها وفهمتها من خلال النقاش أو من خلال الاستفسارات مع المحاضر، أو حتى فقط من قد الحضور وأثناء الحديث وأثناء إلغاء المحاضرة يفتهم لك إيش كان المقصود بتلك الكلمة أو تلك الجملة أو تاك. على كل حال الآن أمركم لله. الآن بالتطبيق، التطبيق موجود معانا تقريبا كل فريق منكم بيكون معه احدى الاساتذه الكرام الزملاء، بيكون معكم يوم في الاسبوع تطبيق في المستشفى. برضو انصح في التطبيق العملي ان يكون معك مفكره، ان تحضر مسبقا وتنقل ما حضرته على شكل نقاط الى الدفتر اللي انت تحضر فيه التطبيق البراكتيكال. هذا بيفيدك اثناء الامتحان، لا باس اثناء الامتحان إذا شعرت أنك ارتبكت افتح دفترك وتذكر ما حطيته من نوتس ثم استمر. ما بتقدر نهاية السنة تقرأ المنهج كله، شوفوا صعب صعب، بالذات أنك بتجي على فترة فيها كل يومين ولا كل ثلاث أيام مادة. طبعا أكثر سنة مكثفة أنتوا لاحظتوا يمكن هي السنة خامسة، مش كذا؟ مش هي مكثفة، هي سهلة لأنها كلها تطبيقية، لكن معظم المواد اللي تخليك تصير بعدين طبيب في إحدى هذه التخصصات هي طبعا في سنة خامسة، مش كذا؟ وبالتالي من الصعب على أي طالب أي كان مستوى ذكائه أنه بيكون ملم بكل حاجة خلال يومين أو ثلاث أيام، ثم يومين ثلاث أيام أخرى امتحان، ثم يومين ثلاث أيام أخرى. لهذا يستحسن أنه خلال السنة أنت تجهز نفسك وتشتغل. الحضور بالتطبيق مهم أن تكون معك الأدوات اللي بتستخدمها في التطبيق، بيعطوكم إياها في أول محاضرة، لازم تكون معك تيب، ولازم يكون معك جونيومتر اللي هو يسموها منقلة خاصة حق قياس الزوايا العظام، ولكن يكون معك ماركر، ولازم يكون معك تورش لايت، ولازم يكون معك هامر. هذه أقل حاجة موجودة. طبعا الهامر فيه يكون دبوس أو بروش، أو أنت يكون معك دبوس أو بروش عشان فحص السنسيشن الآخرة. بنتكلم أنا وأنتوا بعدين في الدياغنوزز، هذه الأمور كلها بنناقشها وبنتكلم عنها وبنتعرف عليها وأوريكم إياها، لكن هذا الكلام يكون معك لأنكم يمكن أنتوا قد دخلتوا تطبيق براكتس أو بتدخلوا، بالتالي يستحسن تكون هذه التولز موجودة معك حتى لما تروح. الفكرة أنه خلال هذه الفرص هذه
هذه المرحلة من التدريب والتأهيل في قسم جراحة العظام والكسور بتكون معك فرصة لك تتعلم كيف تستخدم هذه الأدوات. السؤال هل تعرفوا تستخدموا هذه الأدوات؟ اللي يعرف يستخدمها يرفع يده، اللي التيب والهامر والتو منو يعرف يستخدمها يرفع يده بس. المنقلة لا، ما مسامحين بالمنقلة، مسامحين ايش اشتنا سامحكم بحاجة ثانية كمان. طيب بيني وبينكم المحاضرة التالية سواء كان اليوم او الاسبوع الغاب بنشوف هل انتم اجيتم من كلية الطب ولا اجيتوا لي من الفضاء، بنشوف هذا الكلام، بنشوف بعد كذا كم عدد الناس اللي بيستمروا يكونوا يرفعوا يداتهم بكل هذه القراءة. اذا كان انا ما تقرأت سويت كذا بس، لانه عاد انا مش متأكد انه انا اعرفها 100%، ما بالك. تفضلي. الان ندخل مباشرة في المحاضرة. من منكم سمع هذا الحديث أو قرأه من سابق؟ من منكم سمع هذا الحديث أو قرأه من سابق يرفع يده. طيب من منكم سمع الحديث اللي يقول أطيل اللحى وحف الشوارب؟ بنات حتى أنكم بلا لحية وبلا شوارب إلا أنكم أكيد سمعتوه. من اللي منكم سمعوا؟ ممتاز جدا جدا. الآن ما هي الرسالة؟ أقرأوا هذا الحديث وقولوا لي ما هو أهم ما في هذا الحديث اللي من المؤسف أنه شبابنا يعرفوا عن حديث أطيل اللحى وحف الشوارب وما يعرفوا عن هذا الحديث. لكي تعلموا أن الأمر متعمد ومستقصد، انتقائي من حيث الأهمية ومن حيث الضرورة ومن حيث الفائدة، فهذا الحديث هو المهم. ما هو أهم ما في هذا الحديث؟ من لا اللي يرفع يده يتكلم. الحث على العلم. نعم. الحث على العلم والتعلم. ما هو أهم جملة فيه مكتوبة من وجهة نظرك؟ هو كله مهم بس من وجهة نظرك اللي يشتي يتكلم. لا 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 ليش يتكلم يرفع يده؟ مشان نستفيد كلنا نفهم. تفضل يا ابني. تعلم العلم. تعليم العلم نفسه. اوكي. به يعرف الله ويعبد. به يعرف الله ويعبد. اوكي. نفسه. اوكي. تعليمه من الله يعلمه صدقة. صدقة. اوكي. من كمان ما؟ ها؟ طلبه عبادة. ها؟ طلبه عبادة. طلبه عبادة. اوكي. اوكي. تمام، هذه آراء. ما تقدرش تقول صح أو خطأ لأنه هي كل واحد يفهم كما يريد وهذا شيء طبيعي طبعا. أنت تكتب ما تريد وغيرك يفهم كما يريد، أنت تقرأ ما تريد وتفهم كما تريد، ليس كما أراد الذي كتب هذا الشيء اللي أنت قرأته. ولكن من وجهة نظري أنا أنه سبب إخفاء هذا الحديث إلى حد أنه بعض الإخوة يقول، ومش حد منكم هنا اعترض قال هذا دكتور هذا حديث ضعيف، في ناس يعترضوا يقولوا يا دكتور هذا حديث ضعيف، لهذا أنا أجيب لهم المصدر. مش إحنا علماء لازم يكون عندنا ريفرنس؟ هذا المصدر حق هذا الحديث. فهو ضعيف ولا قوي؟ احنا مش بصدد انه نناقش اذا كان ضعيف ولا قوي، احنا بصدد انه نناقش هل هذا مفيد او غير مفيد. اصعب ما في الحديث واهم ما في هذا الحديث من وجهة نظري وسبب اخفاء هذا الحديث هو هذه الكلمة. هذه ما حد يريدها بالخالص. بترفع اهل العلم. وبتبعد اهل الجهل والله. ليش؟ ليش؟ يعني إمامة تعطيهم إمامة أهل العلم. لا مش هكذا هو يقصد، هو يقصد هو العلم نفسه قبل العمل. إذا ما تعرف لا تعمل. لهذا تسمعوا أنتم الجملة أكيد رددوها بعض الزملاء عليكم إنه if you don't know what you want to do better don't do anything. هذا هو بس ترجمه بالإنجليزي بعشر كلمات زيادة. اختصر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمتين وهو إمام العمل والعمل تابعه، بمعنى if you don't know what you want to do don't do anything. هذه مشكلة، من شان تعمل حاجة لازم تكون متعلم. طيب رحنا عندنا المشكلة أنه الأغلبية غير متعلمين، لهذا هم يسعوا أنه لا إيش يعني دال؟ مش يقولوا كذا إيش خلاص غدو من معه دال غدو دال؟ كيف من معه دال غدو؟ أكيد من معه دال غدو دال، بس في دال قوي دال ضعيف دال أقوى، لكن أكيد ما وصل لهذه الشهادة إلا هو بذل مجهود، إذا هي حقيقية طبعا مش إنه يعني مزورة أو لا، لكن أتكلم إذا أي واحد منكم صار دال
فأكيد 100% أنه بذل مجهود وتعب حتى يحصل على هذا الدال، باس 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 أو إكسلنت إكسلنت، في الأخير في مجهود بذل حصل عليه واستحق عليه هذه الشهادة. الذي لم يستطع أن يحصل على هذه الشهادة، إذا حط هذه الشهادة معيار ما بيقدر ينافسه، فيضطر إيش يقول؟ ما لهاش قيمة الشهادة، ليش هو ضروري الشهادة؟ ليش كل واحد متعلم قدو متعلم؟ هذا الكلام هو الذي خرب المجتمع واللي أساء إليه، وهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه، في حينه. ولهذا أنتم تسمعوا عن أحاديث وقصص الصحابة أنه كان حتى ولو هو صغير في السن إلا أنه أكثر علما، مش كذا ولا لا؟ بالتالي كان هو الذي يولى، هو الذي يقدم. إحنا الآن هنا عندنا شروط العمل، شروط العمل يشترط، يشترط إذا عندك بكالوريوس 13 سنة حتى تحصل درجة مدير، إذا عندك ماجستير 9 سنوات، إذا عندك دكتوراه 6 سنوات، إذا تشي تكون وكيل 23 سنة. ولا واحد عنده هذه الشروط، يقرأ ويكتب وكيل، خريج محو الأمية، ما بقولش وزير بعدين يعني لا يستخدمه خرجت مني هذه، كانت قبل أقول هذا، حين المشكلة صارت ورطة. على كل حال، على كل حال، هذا الحديث مهم، ومن وجهة نظري أنا يجب أن يكون موجود أمامنا طوال الوقت، مفروض يكون فوق الكتب وفوق المجلات الحائطية وفوق يسموها وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، لأنه حديث مهم جدا جدا، أكثر فائدة للمجتمع من أطيل اللحى وأحف الشوارع. هذه السنة وهي حرية، بينما هذا فرض تعليم، فرض. من قرأ منكم هذه الرسالة؟ أول سألت من قرأ، حد قرأها؟ يرفع يده. مشكلة، مشكلة. وجدوا إنه أسبانيا تطبع من الكتب ما يعادل 5 أضعاف ما يطبع في الدول الإسلامية جمعاء، وأسبانيا تقاس بمقاييس الأوروبيين إنها أكثر دولة تخلفا من حيث مستوى القراءة وطباعة الكتب، بينما نحن أمة الإسلام أول كلمة وجهت لرسولنا الكريم هي كلمة اقرأ، فماذا كان جوابه؟ وإحنا ماشيين على السنة ولا مش سنة؟ ما أنا بقارئ، ألم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إحنا ما أنا بقارئ، إيش المشكلة؟ ليش ما تقرأ؟ أقولك على السنة، الرسول قال ما أنا بقارئ، إذا تريد تأخذ زي ما تريد، وعادوا كمان كررها 3، صح ولا؟ إذا لا عجب إن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب الإنسان طلب منه أن يقرأ، لأنه يعرف إنه معرفة الله إيش كان في الحديث، وبه يعرف الله، إيش كذا ولا ويعبد، ومعرفة الحق ومعرفة الصح ومعرفة الخطأ هي في القراءة، هي في القراءة. وحرص أن يكون نبينا الكريم أميا حتى تصل الرسالة إلى الجميع، أن الغرض من كلمة اقرأ هو للإنسان وليس للرسول بذاته كشخص، لأنه أمي، لأنه هو لا يقرأ، فكيف يخاطب أن يقرأ؟ إنما هي الرسالة الإلهية للإنسان أنه عليك أن تقرأ إذا أردت أن تكون على الصواب، يجنبك الدخول إلى النار والوصول إلى الجنة بمعايير الدين، مش كذا ولا لا؟ ناهيك بمعايير الحياة، أنه يجنبك الحياة التعيسة ويساعدك على الحصول على حياة كريمة، وهو هذا هدف الإسلام، وهذا هو هدف من الحياة هذه، أنك تعيش حياة كريمة وتنتهي أيضا نهاية كريمة. هذه الرسالة منو منكم قريب هنا؟ اقرأ. صاحب العظمة خليفة المسلمين في جانب ثالث الجليل المغار من جورج الثاني ملك الكبتلة والسويد والدروين إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة شامل ثالث الجليل المغار. طب لحظة شوية، لاحظ كم كرر صاحب العظمة صاحب العظمة صاحب العظمة، لاحظ الذل والهوان، مش كده ولا؟ من الرسالة هذه؟ ملك
النرويج وانجلترا. ايوه ايش قال له؟ مره ثانيه عادوا كمان يتذلل مره اخرى، مره اخرى هذا الملك اللي معه ثلاثه اقطار هو ملكها يتذلل لملك المسلمين. تفضل. الحين الحين من يكلم من؟ يقول على بلاد المسلمين انها بلاد الرغي والعلم والتطور وبلادهم. فاردنا لابنائنا اقتباس الماضي من هذه الفضائل لتكون بدايه حسنه في اكتفاء فلكون لنشر انواع العلم في بلادنا التي حيث بحال جهل من اركانها الاربعه. لحظة شوية، لحظة شوية، شوف الراجل المسكين كيف عايش في ورطة، يقول له راح احنا نشتي نقتبس بس قليل من علمكم من شان تستفيد منه بلداننا الذي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. تمام. وقد وضعها ابنك شقيقنا الأمير جوبان على رأس كعبة من بنات الأشرار الإنجليز. عرفت ليش كانوا جهلة؟ كانوا يعطوا فرص التعليم. لا، للواسطة، للواسطة للمقربين والحكام والسلطة وإلى آخره، لهذا كانوا جهلة ويحيط بهم الجهم الأربع جهات. فهو شوف لمن المنحة، المنحة لمن؟ للسلطات، للمسؤولين، للسرق والحرمية، مش كذا؟ مش كلهم، مش كلهم حاسبوا كونوا. أوكي كمل. برضو بنات الأشراف، خلوا بالكم حتى في التعليم في حينها لما كان الجهل يحيط بهم من أركانها الأربعة، لأنه كانوا لا يسمحوا للتعليم إلا لطبقة محددة حتى يستطيعوا أن يحكموا. ها شرف الإنجليز للشرف، ها للتشرف بلاثم أهداب العرش والتماس العطف. يعني ما عاد فيش ذل أكثر من هذا الذل. تعرف ايش معناه أهداب العرش؟ أطرافه اللي حنا نسميها ايش؟ أيوة أوكي أوكي. لما تكون معك قطيفة ويكون حقها يسموها هذه الشريط، الخيوط هذه. بس بس ليش ما تقرب لا عندنا توسخنا يا جاهل يا متخلف يا اللي جاي من بلاد يحيط بها الجهل من أركان الأربعة، بس من بعيد تلثم لثم، يعني بس تحط شفاك كذا بس مشان لا توسخها، احتراما وتأدبا لعلمهم وليس لقوتهم. تفضل. والتماس العطف لتكون معازم ميلادها موضع عناية عظمتكم، وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة متواضعة لمقامكم الجليل. ايش توقع الهدية كانت؟ قات ها ولا عشار ولا حنا ولا حلوى طيبي ولا ايش يسموه؟ ها ولا ايش توقعوا بيه يوصيله هذا الجاهل المتخلف؟ ايش بيوصيله؟ ها؟ من حق من؟ يعني بيهديوا له مسروقات. شوفوا كيف، تفضلوا شوفوا بعدين الرد كيف. باختصار هذا الرجل قال ايش يتذلل ساعة، ايش يشتي؟ يشتي منحة، يدور منحة، يشتي منحة دراسية من شان البنات بيروحوا يتعلموا عندنا. تفضل. شوف كيف، شوف كيف، لحظة، شوف كيف بدأ يشتي، يقول له انه الفضل فيما سيلي كله لأننا أمة الإسلام. أوكي أوكي. لحظة شوية، إذا إلى ملك الأجل كفايتك وعاده كثير عليك، بينما هذا جلس المعظم الموقر العظيم إلى آخر، صح ولا؟ بينما هذا يقول يعني على قدرك، على قدرك، على قدر جهلك، مش على قدر فلوسك، لأنه فلوس التوصيت ذهب، لكن لأنك إنسان جاهل كفايتك هذا. طلعت على التماس، التماس، التماس ايش هو؟ الطلب بتذلل، مش كده ولا؟ ها. توافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم من أفهم من أرباب الشارع.
ملك، لكنه لم يتخذ قرار بإعطاء المنحة إلا من قبل المختصين. وإيش قال له؟ فعليه أنه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين. منحة مجانية، يا فرحتهم، حصل له منحة مجانية لبناته، صح ولا لا؟ منحة مجانية مدفوعة. أوكي، دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي، أما هديتكم فقد نلغيها بسرور زائد وبالمغامل أبعث إليكم. هديتكم قبلناها في المغامل، أبعث إليكم بغاري الطنافش الأندلسية. إيش الطنافش؟ الصناعات اليدوية، الصناعات. راح اليابان ودالهم عشار وحنة وبهور عدني وربطاقات، رجع معه ساعة واي فاي. هذا هو الفرق، هذه هي الطنافش، الصناعات. ايش قال له؟ شوف كيف قال، شوف صناعتنا صناعة محلية وليس مستوردة. هذاك يفاخر وصاله ذهب جاهل زي ما رحنا الآن عندنا، وهذا يعايره أنه في المقابل أرسلت لك أنا صناعاتنا اليدوية لكي تعرف الفرق بين جهلكم وعلمنا. ما هدية لحضرتكم وبيها المغزى الكافي للتدليل على انتفاعنا ومحبتنا والسلام. هدية تصور الله بديان لهم. كم أهانوا مرات؟ ها؟ بلغة الملوك، لكنه ما تفاخر عليه بالقوة ولا بالعظمة ولا بالجاه ولا كم يملك جنود ولا كم يملك سلاح ولا كم يملك نووي ولا كم يملك أموال، ولكن تفاخر عليه بالعلم والعلماء والصناعات. The tree of Andre، خلاص الرسالة وصلت، أعتقد لكم الرسالة وصلت. The tree of Andre، هذا هو رمز العظام وجراحة العظام في العالم كله. لما تشوفوا عيادة عظام، مختبر عظام، مركز أبحاث عظام، مجلة عظام، صحيفة عظام، قسم عظام، تحصلوا هذا الشعار موجود. سموه هذا tree of Andre. من هو هذا أندري؟ ما نتكلم عنه. أولا، what is the orthopedics؟ what is the orthopedics؟ orthopedics concern with the bones, joints, muscles, tendons, nerves, the skeletal system, and all that makes it move. So we are concerning about everything. If any part of the body of the human being affected, it may reflect it on the function of the musculoskeletal system. So you should be a good doctor before to be an orthopedic doctor. If you want to be an orthopedic doctor, you should be a good doctor. It is an old discipline, not a new. What this means, orthopedic? What this means? What orthopedic means as a term? Orthopedics means ortho, straight, and his child, Greek word, Yunania, والذي قالها أو استحدثها أو استخدمها أول واحد، واحد كان اسمه نيكولايس، نيكولاس أندري، a public educator. إيش معنات public educator؟ إيش معناته هذا؟ إيش كان يسوي؟ هذا يسموه داعية، موجه، معلم، وكتب كتاب، سمى هذا الكتاب أرثوبيديا، وقال إن معنى أرثوبيديا هو كيف how to make the child straight. يعلم الآباء والأهل، هو موجه للبارنتس، to learn to educate them how to make their children straight. إيش معنات straight؟
ايش معناه مستقيم؟ يعني مش عوج. ها؟ اما نقول هذه الفتاه مستقيمه ايش يعني؟ صالحه، صالحه منضبطه ملتزمه الى اخره، كل المعايير حق معناته الاستقامه، صح ولا لا؟ كان هذا هو الهدف في حينها، ثم استخدم هذا التيرم لكي يعني بالنسبه لنا to make the human being straight mentally psychologically physiologically and physically يعني anatomically. Sometimes the function of the orthopedic surgeon is to change the mentality of the patient, and this will relieve the complaints completely. Sometimes the psychology of the patient, sometimes some physiological processes leading to this orthopedic disorder, like for example the diabetes mellitus. And sometimes physical, anatomical, نقص إنساني. لهذا الشعار حقنا كان شجرة عوجة إنسانية، نحط لها إيش؟ عملوا لها إيش؟ بريس. لا بريس هذا إكسترنال، إكسترنال فيكسيتر أو بريس عملوا لها، مشان هي بعد كذا إيش؟ تنمو ستريت. أوكي؟ أوكي. In orthopedic surgery, for the purpose to make the study easy, we divide all the disorders of orthopedic surgery into 7 pairs. 7 أزواج من disorders. حتى نسهل عملية تعليمهم والاستفادة منهم. اللي هم إيش؟ 1 congenital and developmental anomalies. Congenital and developmental anomalies. ايش معناته هذا؟ There are some disorders which are congenital and some of the deformities are developmental deformities. مش كذا ولا؟ زي مثلا ايش؟ السكاليوزيس. في سكاليوزيس congenital. وفي سكاليوزيس نتيجة يحمل شنطة ثقيل، يجلس جلسة غلط إلى آخره، هذا نسميه developmental، مع المدى يعتطف ظهر الطفل، صح ولا؟ هذا النوع من الديزوردرز هو الجروب رقم 1 اللي بندرسه. وعمليا احنا بندرس نوع او نوعين كامثله representative of these all disorders within the main frame of intervention of study of assessment of this group of disorders. بيكون معانا some examples of 2 or 3 of these disorders، بيكونوا معيار للتعامل مع بقيه الديزوردرز كلهم اللي هم الكونجينيتال والديفلوبمنتال ديزوردرز. معانا infections and inflammations. واضح ايش الانفكشنز؟ infections في معانا ايش؟ ها؟ سيبتك ارثرايتس، استيومالايتس، اي صح. ومعانا inflammations زي ايش؟ ها؟ لا مختلف قليل، هو نوع من انواع الارثرايتس، ولكن الارثرايتس والروماتيك ديس اوردرز لوحدها بناخذها. زي ايش؟ ها؟ زي السينوفايتس due to irritation due to trauma. اوكي يعني without bacterial or microscopic agents. و عفوا ومعانا arthritis وروماتيك disorders زي ايش؟ روماتويد واستيوارثرايتس. اوكي مش كذا ولا؟ كمثال كمثال. فبناخذ امثله اللي تشبه استيوارثرايتس، وبناخذ امثله من روماتيك ديس اوردرز، وبنتعلم كيف نعمل لهم اسسمنت، ثم ايش الجايد لاينز او انترفينشن. معانا ميتابوليك اند اندوكراين ديس اوردرز. ايش هو الميتابوليك؟ ذكرتوها الان. ديابيتس ميليتس ذكرناها الان، مش كذا؟ واندوكراين مثال مثال البارو، لا اللي تعملنا ايش؟ براون تيومر، تعملنا في البون تيومر، بينما الكوز هو ايش؟ اندوكراين ديس اوردر. سو هو بيجي له عندنا صح؟ وحنرجعه له فين؟ بنرجعه له عند المعني بالاندوكراين ديس اوردرز، لانه التريتمنت هناك مش عندنا. اوكي. ومعانا تيومرز اند ليجنز ذات ميميك ذم، اللي هم
على سبيل المثال تيومرز عارفينهم كلهم، أستيوارثرايتس، ساركوماس، مش كذا أنواعها والاختلاف إلى آخره. الليجنز ذات ميمك ذم زي هذا، هذا إيش؟ إيش هو هذا؟ إيش عنده هذا؟ ها؟ تيومر أكيد تيومر، بس إيش هو؟ إيش هو هذا التيومر؟ ها؟ ما فهمت عفوا؟ لا ها ها هذا ايش؟ نعم افك شوي خلنا نسمعك ابني. حلو، كيف عرفت؟ طيب وليش ما قلتش عن هذا انه نيرو فيبروماتوسيس؟ ها؟ نعم؟ ما شفت يده ولا ظهره، الآن لما رويتكم ظهره ويده عرفتوا الآن أنه this is a tumor. زميلكم الجراح سوى له عملية زي ما أنتم شايفين. ليش سوى له عملية؟ لأنه يقول لك tumor excise always. لا، لو فتح شوية وشاف أنه neurofibromatosis وقرأ كان بيقول له أنه الريكرنس ريت 100%. طب تشيل ليش؟ اوكي، ايش الفرق؟ فرق انه فحص كامل او انه رفع كذا بس حشر له الفوطه قليل وشاف ذا وشخص انها تيومر تحتاج بايبسي. اوكي اوكي. سنسوري ديستربانسز اند مسل ويكنس، ايش الفرق بينهم؟ احيانا السنسوري او الموتور ديستربانسز ليدز تو مسل ويكنس، واحيانا المسل ويكنس لوحدها تكون ديز اوردر وذاوت اني افكشن اوف ذا نيرفز. زي ايش؟ دوتشن ماسكولار ديستروفي، هذه مسل ويكنس صح ولا؟ وفي معانا سنسوري ديستربانسز، حتى في معانا كونجنيتال وفي ديفلوبمنتال مش كذا ولا لا؟ نتيجه الافكشنز او ديز اوردرز. اذا كمان عندنا موجوده بندرس examples of the sensory disturbances, examples of muscular أو muscle weakness, examples بنتعلم كيف نتعامل معها إذا جت لنا حالة، كيف ندرسها، كيف نشخصها، إيش الفحوصات اللي نعملها. وأكيد بعد كذا كل ما قريت أكثر كل ما زاد عدد الحالات اللي تعرفها تسبب هذا المرض نفسه اللي نسميه إحنا differential diagnosis، اللي معتمد على كم 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 شفت حالات. كل ما قريت وشفت أكثر كل ما استطعت أن تشخص أكثر، لكن بتكون عارف أنه within the main frame of study of sensory and muscle weakness disorders. وأخيرا injuries and mechanical derangements. إيش الانجريز؟ مباشر. والميكانيكال تكتب كثير وقعتك يدك، حمل فوق ظهرك كثير يوقعك ظهرك، تجلس بطريقة معطوفة يوميا يوقعك ظهرك أو مصرة، هذه نسميها إيش؟ ميكانيكال درايمز. وهذه تراوما مباشرة، حصلت إصابة أيا كان نوعها. هذه الحاجات اللي بندرسها رحنا خلال هذا السمستر، بناخذ عينات من كلهم ونعلمك كيف تدرس هذه العينة، وبالتالي بتكون عرفت كيف تدرس الجروب كامل. بنعطيك أمثلة كيف تعمل ديفرنشال دياغنوزيس، كيف تعمل أسسمنت، وكيف تعمل final diagnosis، ثم ايش الافيليبلز under your hands tools of intervention. الان مرة اخرى اعيد انه للوصول الى كل هذه المعلومات تحتاج الى ان تكتب سجل ملاحظات ونوت وملخصات، لانه يقال ان اول ما خلق الله سبحانه وتعالى ايش؟ طيب يا أمة اقرا وأمة القلم، كيف يجوز ويصح ان نصنف ان احنا من اكثر الدول تخلفا في العالم ونحن أمة اقرا وأمة القلم؟ ايش المشكلة؟ ايش اللي ضيعناه؟ بس لا غير، ولا بنتغير الا متى ما عدنا للقراءة والقلم كرامتها واهميتها. أنا أتذكر وأنا في سنكم يمكن أو أصغر، كان اللي يمشي ومعه قلم هنا باركر،
يعتبر نفسه انه زي ما الان تمشي هنا. ايش احسن تليفون يا استاذ حميد؟ ايفون. تمشي معك ايفون، واهم حاجه الكاميرات حقه لبرا مشان يشوفوها الناس، مشان يعرفوا ايش من موديل، مش كذا ولا لا؟ وعادك كمان يعني لو انت حمق عادك تهسه مشان يصور طريق وهو يقول اوه مشان تطلعك. بينما كان في حينها القلم معلق هنا، وكنا نشوف اوه هذا معه باركر، اوه حتى كنا نعرف كل اسماء القلمات، وكانوا يتفاخروا بالشركات بالقلمات، مش كذا ولا؟ الان بدل القلم، نعم التليفون 100% التليفون وهو الصح، لكن كيف يستخدم؟ هل تستخدمه ككتاب وقلم، ام انك تستخدمه كوسيله للترفيه والتسليه والى اخره؟ هذا يعتمد عليك مش كذا ولا؟ اوكي. حتى القلم كنا نستخدمه كذا وكذا، مش كذا ولا؟ صح ولا؟ كانوا يستخدموه من شان يلفت الانتباه ويلفت الاعجاب ويلفت الانتباه، وكانوا يستخدموه من شان يكتب فيه امر مفيد للامه. اوكي. نصيحه نصحت بها انا وانصحكم، بس لا تفهموهاش خطا. ايش معنات اقرا from one book؟ معناته تقرا كتاب واحد بس، عمرك ما بتكونش عالم. لا، ولا هذا المعنى. يعني خلي كتابك واحد وقول مرجع، وإذا بعض الأحيان في معلومات ناقصة أو شيء راح أقرأ من كتاب ثاني، أهم شيء لا تشتت نفسك. لا تقرأ الشابتر 1 من هنا والشابتر 2 من هنا والشابتر 3 من هنا، بتخربط. اقرأ الشابتر 1 من هنا، ثم اقرأ الشابتر 1 شابتر 1 شابتر 1 شابتر 1 شابتر 1 من كل مكان، وجمعهم في مكان واحد، بتكون شابتر 1 أعطيته كل أهمية ودرسته من كل النواحي، وهكذا. هذا هو المقصود أنه تقرأ من كتاب واحد. ليش؟ يقال أنه إذا تريد أن تستفيد من الذي قرأته، استخدم جميع حواسك. أحياناً أنتوا لاحظتوا يا شباب أنه أحياناً في الامتحان تتذكر الصورة، أحياناً تتذكر الصفحة، أحياناً تتذكر أنه الكلمة اللي في الركن ذي كانت هي المهم. وأسوأ شيء من وجهة نظري تعمله لما تأشر بالأصفر والأحمر، هذا أسوأ شيء من وجهة نظري. ليش؟ كل ما كثرت من الأصفر والأحمر قللت من التوسع. المفروض تقرأ كل شيء، ترجع مرة ثانية تحصل نفسك تقرأ الأصفر والأحمر، ترجع مرة ثانية تقرأ الأحمر بس، ترجع مرة ثالث تقرأ الأحمر الكبير، الأحمر الصغير ما عاد تقرأهش. بينما الأصل أنك تقرأ كل شيء. إذا تشتي تسجل نوتس، سجلها خارج الكتاب أو بالحواشي أو بورق لاصق داخل، لكن لا تأخذ، لأنه مع الأسف الشديد أحيانا تركز والمفهوم كله يروح وانت بس مركز انه هذا هو الجواب على الام سي كيو. احنا ما نحضركش مشان تجاوب على الام سي كيو، هنحضرك مشان تكون طبيب. لهذا انا اقول لا تقرا ابدا في ملزمه، لا تقرا على الاطلاق في ملزمه. ملزمه اذا تشي تقراها ليله الامتحان مشان الوقت يعني. اذا ما تقرا الان بالكتاب تقرا بالملزمه 50% يروح. طب انت قد قريت 20%، راح 50% من 20%، ايش بقى معك لما تخرجت؟ ها؟ 10%. اذا قريت ال 20%. طبعا مش كلكم تحفظوا الملازمه، حافظ الملزمه صم؟ اذا ما مش معك حتى ال 10%. لما نقرا الكتاب كامل نتعلم انه كل ما قرات اكثر اللي يبقى في راسك يكون اكثر. اوكي؟ يقال طب خلوها للاخر بعدين. وهذه هي الأسوأ في الفهم. ها؟ نعم؟ لأنه إيش؟ إيش معناتها هذه؟ هذا الصح 100%، هذه نصائح عالمية مش نصيحة كليتها، لكن إيش المعنى منها؟ الفهم للمعنى هو الخطأ، إيش هو المعنى؟ مش معناته انجح بأي طريقة. إنه تعلم، استمر في التعلم بعد ما تخرج. بس ليش يقول لك هنا انجح أولاً ثم تعلم؟ دافع النجاح من ها؟ لا، أنا بقول لكم إيش معناتها هذه. ها؟ لا تتعلم على الناس اللي انت درسته بالنجاح، تعلم الاخطاء في طريقه لا اقول لك انجح اول ثم تعلم. بيعطيك الشهاده عشان تصدق
بعضهم مشغول وما الشهادة إلا أوراق كلام فارغ. شهادة شهادة لا بس أنت مطالب بكل حاجة، ما بتروحش عند المريض تقول له بصراحة شوف أنا يلا نجحت هذا ما قريتوش، هذا كلام ما هلوش. أنت مطالب بكل حاجة، بس أنت مطالب بكل حاجة، وفي حالة أنك في حاجة ما تعرفهاش تقول له المريض والله أنا هذا ما أعرف، روح عند واحد ثاني أو أعطني فرصة بأقرأ وبرجع لك خبر، مش عيب أبو ها؟ نص المرضى حقي. إيش نص المرضى؟ 70% من المرضى حقي أقول له العفو منك أعطني فرصة تعالي بعد يومين، يقولوا اللي باللي وعادك إلا بتقرأ، أقول له أيوه عاد أنا بقرأ، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ صح لا أنا مؤتمن ها؟ قرب انت يجي عندك مريض قول له لحظه افتح الكتاب والله لا يلطمك ها والله لا يلطمك انتبه يقول عادي بتقراي دحين بتعلمي ما علموكش في الكليه لا 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 لا, لا تستحوا من هذا الامر. نفتح انا الكتاب احيانا امامه واقول انتظر شويه واقلب واراجع واشوف الحاجه اللي اشتياها ثم اجاوبه. انا ملزم بان اقدم له نصيحه صح وليس ملزم ان اراعي ماذا سيفكر هو. انا مؤتمن على أن أقدم له نصيحة صح وليس على إظهار نفسي أمامه أن أنا جيد أو بطال. هو ما قاش من شان يقيمني أنا جيد ولا بطال، هو قاش يشتمني نصيحة، فأجب عند مستوى الأمانة أكون أقرأ ما في أي مشكلة في حينه أو أطلب منه أن يعود بعد كذا لكي أقرأ. وأصعب سؤال اللي هو الجواب عفوا اللي هو ما أعرفش. في اليوم الواحد من 20-30 يعني شخص اللي أقابله، رغم أنه أنا في العيادة حقي وصلت إلى مرحلة أنه وصلت أنه أقابل في اليوم كم تتوقعوا؟ ها كم؟ إيش 20؟ إيش 50؟ إيش 100؟ 100 ذولا أول حاجة أتسبر في بهم. خمسة من 4 العصر لما 12 وحدة في الليل، خمسة وكل ما زدت كل ما. ولما زيكم تخرجت رقم 120 121 كنت أقيس الأمور أنه كم دخلوا مرضى وصايحوا أقول له سجل مشان أنا بروح بقول لهم اليوم شوفوا كم. بعدين اكتشفت أنه لما خمسة ليش؟ المريض يجي لعندك أمانة كبيرة جدا تحتاج إلى كثير من التفكير وإلى كثير من العقل من شان تستطيع أن تساعده. وكل ما توسعت كل ما اكتشفت أنه الأمانة ثقيلة جدا. لهذا يقول العلم أشبه برجل في الصحراء في الظلام في الليل يشعل عود ثقاب. عارفين إيش معنات عود ثقاب؟ عود كبريت. إيش يشوف ها؟ شوف حول الكبريت بالكاد صح؟ يشعل شمعة ها؟ يشعل فانوس ها؟ أكثر يطلع القمر يطلع أوسع يشوف. تظهر الصباح الشمس يموت من الفجعة يشوف أن الصحراء ما لها نهاية صح ولا؟ والعلم هكذا كل ما توسعت تكتشف انه يا الله ما لم متى ينتهي هذا ما ينتهيش ها؟ تكتئب مش عارف. يعتمد ايش فكرت وايش تريد تكون. فهو يجيب لك حالتين، اما تشعر انه ما امتعه علم الى ما لا نهايه اعرف ثم اعرف او ما اتعبه مش راضي ينتهي. لا هو ممتع بالذات في الطب، هو ممتع جدا اذا ما شعرت انك انت مش ملزم ان تعرف كل شيء وان يعرف الناس انك تعرف كل شيء. اذا شعرت انك ملزم ان تستمتع فيه فهو مفيد وهو ممتع وهو اذا هنا المقصود بانه انجح. اولا المقصود انه مطلوب منكم الان في سنه خامسه منهج محدد وأسئلة على وتحتاج إلى إجابات محددة من خلال هذا المنهج، أدرسها وانجح. لا تقراش المنهج حق الدكتوراه الآن، ما بسألك فيها، بسألك بحق سنة خامسة، ما بتجاوب برسبك. فاقرأ
ما هو مقرر عليك وملزم فيه لكي تستطيع أن تنجح. ثم اقرأ ما تريد، أو اقرأ ما تريد، ولكن أهم شيء أن يكون جزء من هذا الذي تريده هو ما هو أنت مكلف فيه في هذه المرحلة لكي تنجح. ما لم إذا ما نجحت إيش فايدة؟ يعني تروح المسالك البولية وانت عارف العظام كله، جلست أسبوع تقرأ العظام والامتحان معك مسالك بولية، تجاوب على امتحان المسالك البولية صفر وعلى العظام 100%، رسبت راحت كل الطب. إذن عليك أن تجيد إيش تقرأ إيش تذا لكي تنجح، لأنه هذا مهم جدا جدا. ثم هذا يجاوب على السؤال اللي قبله، إيش هو إيش يقول؟ ها؟ عصفور في اليد ولا عشرة شجرة؟ عصفور في اليد؟ فين مكتوب؟ يعني نفس وجهة نظر، وجهة نظر، إيش يقول هذا؟ لا تنظر إلى هدف يلوح لك من بعيد، يلوح لك، يلوح لك بعيدا في الأفق، وإنما أنجز ما بين يديك من عمل واضح. إيش هو العمل الواضح البين اللي بين يديك الآن لازم تنجزيه؟ ها؟ تكاليف المحاضرة المقررة. ما بتعمل إيش؟ المحاضرات المقرر، المنهج المقرر عليه، هذا لازم اللي يشتغل عليه. ما. ما. الشهادة. ها؟ الشهادة لا. ها؟ إيش المقصود؟ كطالب في سنة. ها؟ الأشياء اللي أحتاجها أنا في مستواي هذا كطالب سنة. هذا 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 إيش العمل بين واضح يلوح لك في الأفق، تركه أنجز ما بين يديك من عمل واضح بين. الذي يلوح لك في الأفق اللي هو البكالوريوس والدكتوراه والتخصص، وهذا يلوح لك في الأفق اللي هي الله يحفظكم الراعي والجرة. تعرفوا قصة الراعي والجرة؟ لا لا، اللي حصل جرة فيها عسل وقال ببيعها وبشتري أغنام وبربيها وبتكاثر وببيعها وبصير غني وبتزوج أميرة وبتخلف لي الطفل، وإذا ما سمعش كلامي بخبطه بالعصا وقرح الجرة وسقط العسل وانتهى الأحلام كلها. هذا هو المعنى هنا. إيش هو يعني؟ إيش العمل اللي بين واضح أمام إداتك الآن؟ إيش هو؟ يعني أدرس الآن. يحفظك الله، تحضر معي وتستمع إلي، لو ما حضرتش اليوم بغيبك وبقول لك جيب رسالة من رئيس الجامعة من شان تدخل، وبذكر رئيس الجامعة لا تهبلوش رسالة وضع مستقبلك لأنك ما حضرتش المحاضرة اللي موجودة الآن. إذا العمل اللي موجود أمامك الآن هو الآن هذه المحاضرة إنجزها، هذا العمل البين الواضح تحت يداتك، اكتب المحاضرة أو استمع إلى المحاضرة المطلوب منك إنجازها الآن، لأنه ربما تكون هذه آخر محاضرة لك في الكلية. هذا هو العمل اللي أمامك الآن بين واضح. إيش بيكون بكرة؟ خلوه البكرة. إيش المحاضرة اللي بعدها؟ يمكن ما يجيش المحاضرة. لهذا هذا هو المطلوب، دائما تعلم أن تنجز ما بين يديك من عمل واضح بين، كل ساعة بساعتها وكل يوم بيوم، واترك المستقبل للمستقبل بيد الله. أصعب اثنين أسئلة في حياتكم بتقابلوها، أرجوكم الآن اسمعوا نصيحة أبوكم، تعلموا كيف تجيبوا عليها فقط نعم لا. أكبر مشكلة عندنا أقول له حاضر ولا غايب، يقول لا أصلا المواصلة. يا سؤال بسيط، حاضر ولا غايب؟ سمعت المحاضرة ولا ما سمعت المحاضرة؟ قريت المحاضرة ولا ما قريت المحاضرة؟ صلحت الفحص المريض ولا ما صلحت فحص المريض؟ أعطيت العلاج الصح للمريض ولا ما أعطيت المريض العلاج الصح؟ نعم لا نعم لا. أصعب مشكلة هذه، ما حد يعرف ذا الجواب. كل ما تتكلم مع واحد يقول لك أصلا شوف أنا أشتغل لك، أصلا أنت تعرف سويت ولا ما سويت، أنجزت ولا ما أنجزت، حليت المشكلة ولا ما حليت المشكلة، أنجزت العمل ولا ما أنجزت العمل. جربوا تجاوبوا على هذا السؤال بتكتشفوا أنه ذا محنة. إذا استطعت أن تصل إلى مرحلة تقول نعم لا، أنت بدأت تنجح. وإذا مكانك تدور على مبررات لماذا لا، إذا نعم فأنت لا تحتاج إلى مبررات لكي تشرح لماذا أنجزت، أنت قد أنجزت. المشكلة أنه نجلس نبرر لماذا لا. وهذا الأصعب. الآن كلكم دخلتوا كلية الطب، الآن السؤال أمامكم، لماذا دخلت كلية الطب؟ من شان تكون غني، تحصل فلوس، أنه الطب مكسب بالذات جراحة العظام والكسور،
أو لأنك تريد الاحترام والتقدير البرستيج، يعني ماني أور برستيج، ها؟ لا هذا ولا هذا، ما في في الحياة، ما في مشكلة أنه ما فيش في الحياة، في الحياة ما فيش إلا اثنين أشخاص فقط، أما ماني أما برستيج، ها هي الحياة كلها الحياة هكذا، والاثنين مع بعض ما فيش. If you are thinking how to gain a money, if you are a money thinking person, you may sometimes get some prestige. If you are a prestige thinking person, you may sometimes get the money. أكيد ما في الاثنين، ما في الاثنين مع بعض. إذا أنت تبحث على المال فأنت تبحث على المال، وبالتالي ستكون تضحي بكل الاحترام والتقدير أحيانا من أجل المال. وإذا أنت تبحث عن الاحترام والتقدير فستضطر في كثير من الأحيان أن تتخلى عن المال. أنت الآن ماذا تريد أن تكون؟ سأل نفسك الآن، شوف سأل نفسك الآن، لأنه شوفوا مختلفين تماما. في طبيب يسعى للحصول على المال موجود، وفي طبيب يسعى للحصول على الاحترام والتقدير. من تريد أن تكون هذا خيارك، أيهما أفضل؟ ها؟ الاحترام والتقدير على الأغلب. يا شيخ بلا كلام فارق، قال لك احترام تقدير. احترام تقدير. قال له عيالي ثلاثة خلصوا الجامعة، واحد منهم فشل وطردوه. قال له ايوه. قال له الثلاثة اللي خلصوا الجامعة مرضوحين في البيت، واللي فشل وطردوه يشتغل يصرف عليهم. بوجهة نظر، ها هي موجود، كله موجود على فكرة. ايش الميزة في هذه الحياة؟ كله موجود، بس فقط يعتمد انت فين ترى نفسك. في واحد يقول خلي المريض يقرح، بعدين خلوه يقول علي اللي يشتي. في واحد يقول لا لا، أنا يهمني أنه يخرج المريض وهو راضي، أنا عندي الاحترام والتقدير، ولا اشتي فلوسه ولا اشتي. شوف هذا أنت تقرر إيش تريد تكون، فين تريد تكون، هذا كله موجود. أيهما أحسن؟ والله أنا لن أستطيع أن أقنع واحد يحب الفلوس أنه قاع محترم، ولن أستطيع أن أقنع واحد محترم أنه مد يدك، صح ولا لا؟ بالتالي ما في معيار. واحد اللي يحب الفلوس بيقول يا راجل سكه لك من حقك، هذا كماليات والمثاليات، ولا هذا ناس تشتي فلوس مشان تعيش، صعب تقنعه. لكن عليك ان تختار. اهم شيء يجب ان تفهم، او بتعتقد انك ذكي وانك بتشل من الاثنين، ما فيش، او بتحصل نفسك تنقرف تلقائيا اما نحو الاحترام والبرستيج وتخسر الفلوس، او تنقرف تلقائيا نحو الفلوس وتخسر الاحترام والبرستيج. ما فيش نص من هنا نص، ما حصلش مع الأسف الشديد. لو كان هذا موجود لما كانوا حطوا هذا السؤالين، لو كان هذا موجود لما كنا حطينا هذا السؤال، مش أنا، هذا علماء علماء النفس والآخر. تشتي تكون طبيب؟ تشتي تكون طبيب ماستر أوف يور جوب؟ تشتي تكون طبيب محترف بمعنى كلمة طبيب، يعني كل معايير الطبيب عليك؟ تذكر هذا الكلام وقرأه واحفظه، اقرأ هذا الكلام واحفظه. إذا تريد أن تكون طبيب، مش بس طبيب، a master of your job، أيا كان your job، فكر بالطريقة هذه. من الصعب جدا جدا أن تكون كل شيء. انت ممكن تكون قليل من كل شيء، لكن ما تستطيع تكون كل شيء. لهذا الافضل ان تكون شيء، الافضل ان تكون شيء. لكي تكون شيء، لكي تكون محترم مهني محترف ماستر اوف يور جوب، تذكر هذا الكلام، تذكر هذا الكلام. صعب جدا يا شباب، لا تعتقد انه سهل. اذا اردت فهو امامك النصيحه، واذا ما تريد في الاخير انت حر. The references
of orthopedic surgery. What are our references? هذه هي references. في معانا آدم two volumes orthopedic وتراوما, وفي معانا أبلي one volume. هذول الاثنين, هؤلاء الاثنان الكتابان مقررة عليكم, اختار اللي تحب. أنا بالنسبة لي لو شو نصيحتي يعني كأب وكخبير يعني أكبر منكم سنا ومر, أنا أفضل آدم, لكن إذا تشتون أنصحكم حقيقة فأبلي. نعم إذا كنت تشتو وجهة نظري يعني ما هو الأفضل فهو آدم, لكن إذا تشتو أعطيكم رأي فهو أبلي. بمعنى أبلي مناسب لنا لكن آدم أبلي أكبر وأعمق وأفضل, وكتاب هو آدم, ولكن أفضل وأعمق وأفضل كتاب هو أبلي. وصلت الرسالة؟ ها؟ لا واحد, مش أنا قلت لك قرأ, بس أنا ما قلت لك شو اللي هو الاثنين, قلت لك شوفي إيش اللي تحبيه وقرأيه. أما هذا أما هذا, بس لاحظوا أنت تروح تشتري قميص صح, وقميص أبيض وقميص قطن صح, بس شكل القميص هذا مختلف عن شكل القميص هذا, هذا يحب هذا الشكل وهذا يحب, طريقة عرض المعلومة في الكتابين مختلفة, المعلومة في الكتابين نفسها, فعلى طريقة العرض بعضهم يعجبوا الطريقة هذه من العرض وبعضهم يعجبوا تلك الطريقة من العرض, مش كذا ولا لا؟ لهذا أنت اطلع على الكتابين وشوف من اللي بتهفو نفسك إليه, اللي بتشعر له هذا سهل واضح مفهوم, هذا هو الكتاب الصح. لا تأخذ الكتاب اللي قالوا لك أنه هو الصح, خذ الكتاب اللي أنت شفته أنه هذا أنا بالنسبة لي مناسب, بالنسبة لي مناسب. كلهم الاثنين نفسه نفس المعلومة وليس هناك أي مشكلة فيهم, الاثنين مقررين عليكم والاثنين يؤدوا نفس الغرض, اختار اللي تريد. بالنسبة للكلينيكال أرثوبيديك إكزامينيشن هو واحد بتستخدموه أثناء البراكتس, يستحسن نلتزم فيه, فيه هناك كثير مقررات, بس هذا للطلاب ستاندارد عالمي, نفضل رحنا نمشي وذن ستاندارد نبدأ فيه لأنه مقرر على الجميع وفي جميع أنحاء العالم تقريبا, مواضيع اللي فيه هي المواضيع المقررة في البراكتس لجميع طلاب كلية الطب, لهذا أنا أنصح أنه نأخذه. بالنسبة للبراكتيكال فراكشر تريتمنت هذا زي الكتاب اللي تخليه في جيبك لما تمسك في الطوارئ, بس عظام فيه بعض المعلومات التطبيقية كيف تسوي جيبس كيف تصلح مريض كيف هذا, لكن انت اذا كانت شيء تقرأه اضافة للكسور فقط, لكن الثلاثة الاوائل مقررة عليكم ضروري, كلينيكال اكزامينيشن انه هذا كل اسبوع معكم حصة فيه, وواحد من الاثنين يا أبلي يا آدم هذا اللي بتقرأوا منه النظري كامل واللي بتمتحنوا منه, هذا كله أمامكم. إيش لاحظتوا هنا؟ يلا من قوي الملاحظة يقرأ إيش مكتوب؟ آدم ها الاثنين الأربعة الخمسة خمسة منهم ولا كم خمسة, إيش مكتوب اللي لفت انتباه last edition إيش معناته هذه؟ ها وجل أبديد الأخير, معناته إذا ليلة الامتحان خرج إصدار جديد الامتحان بيجي منه, قريته ولا ما قريته أنا مالي دخل, عشان تكونوا فاهمين, ما تجيش تقول لي والله يا دكتور أنا قريت الكتاب اللي قدره خمس سنين, إذا يخرج الكتاب ليلة الامتحان في الليل بنغير الأسئلة على ضوء ما حدث جديد في الليل, ما تقرأ الصباح جاوبت ما جاوبت في معانا ريكورس, إيش المشكلة؟ لهذا أنا تشاطرت عليك, لهذا أنا تشاطرت عليك قلت لك last edition, لأنه يمكن أقول لك الآن اللي موجود ستة أخرج من الباب يقولوا سبعة, فتقول أنت قلت لنا ستة, فأنت كل يوم بيوم أسأل إيش آخر طبعة. بمعنى لا يجوز لطالب كلية الطب سنة خامسة أن يقرأ كتاب قديم لأنه بيتخرج بعد سنة صح, بعد سنة أو سنتين, الآن بتخرج بقى لكم سنتين, خامسة كامل وسادسة, إيه خامسة كامل وسادسة, أنتوا خلصتوا خمسة أوكي يعني باقي أمامكم سنة,
معقول بتعالج مريض على معلومة عمرها سنة وانت مش محدثها مش متأكد انه لا زالت؟ بتحصل في بعض الكتب يقول it is not only not valid but also harmful. يقول خلاص هذا ما عادوش بس مش بس انه ما عاد يستخدم خلاص انما اصبح مضر بما فيها سم بروسيجر. احنا نعملها احنا نعملها كنا نتفاخر انه نعملها مش كده ولا لا؟ كنا نتفاخر انه نعملها. الان يقول لك مش بس يعني غير وارد الان او الغيت ضاره, ورحنا كنا نعمل فيها ابحاث ونطلع فيها نتائج ونقول صلحت 15,752 عمليه منهم 70% ونسبه. في الاخير يقول لك هذا كله فيه خطا كبير جدا جدا ونتائجه ضاره. هكذا هو العلم على الاسف الشديد, هذا هو العلم. لهذا انا اقول اقرا دائما ما هو حديث ومحدث. كذا انا اكون انتهيت من اول محاضره معاكم وستلحقها مع شي حد بيعطي بعدي حاجه من اوكي ايش تعطيهم؟ حلو ممتاز. طيب انا دائما انهي المحاضره, انا دائما انهي المحاضره بحاجه نسميها the story of the day, the story of the day, قصه اليوم. يقال ان في طالب سنه خامسه اثناء فتره الاجازه قرر يشتغل, فراح اشتغل عند أجنبي في سفارة حارس, والسفارة هذه كانت فيها حديقة كبيرة جدا جدا فيها فواكه. فكان الطالب أول ما يخرج الأجنبي يشتي يغادر البيت يروح لعنده يقول له هب لي حق القرع, هب لي حق الغداء, هب لي حق العشاء. كان يعطيه. لما يوم قال له اسمع شوف هذه شجر الأنبا, قال له ايوه, قال له شو الكم ما تشتي كل وبيع وتصرف. لفت له كذا ولفت كذا ورد عليه وقال له بس هذه عادها تشتي لها طلعة, هات حق القرع. ايش الرسالة؟ ها؟ اذا تشتي تكون طبيب عاد يشتي له طلعة, اذا تشتي تكون طبيب عاد يشتي له طلعة. هل أنت قادر على الطلوع؟ نعم. ما هي وسيلتك إلى الطلوع؟ اقرأ. اقرأ. السلام عليكم.